الهدف الاول ان تحافظ على اللعيبه بتاعتك وعلى مميزة نجومك، طبعا، وفي نفس الوقت الهدف الثاني اللي هو ضم العناصر المميزه في مصر. فالخطه الموضوعيه حطها طبعا الجهاز الفني وحط احتياجاته ايه بالحرف، يعني كل ما طلبه الجهاز الفني تم توفيره، سواء الصفقات الداخليه اللي زي ما حضرتك قلت وصلت العدد لسبعه، زائد الاختلاف التكتيكي في اللعيب المحترفه. بمعنى بعد ما الكابتن علي هاشم اختار التشكيله بتاعته من الدوري المحلي والانديه المحليه، شاف بقى ايه المكان اللي ناقص، فاصبح المكان اللي ناقص عنده ممكن عايز حد طويل تحت الباسكت. النهارده تم برضو الموافقه على التعاقد بلعيبه من الدبليو بي اي دبليو ام بي اي الدبليو ام بي اي، ولعيبه يعني السي في بتاعها عالي جدا. فالنهارده الحمد لله زي ما عملنا في فريق كره السله رجال، الحمد لله كره السله سيدات فريق ربنا ان شاء الله هو البطل، وان شاء الله يحافظ على ده.